عبد الله، ابغى من اسمع منك قصيده اذا ابشر. حضرنا شيء. يقول: تسرقني الذكرى من الناس والوقت، اجي واروح ولا تغير ولا شيء، للي بها وبحبها ما توفقت، وضعي معاها سي وبدونها سي، سولف الهايم بخله تضايقت، ومفضفض المهموم زاد البلاء في، ولو ما يروق الدمع للعين ما رقت الا بعد ما مسح الدمع بيدي، كذبت لي كذبه وعودت صدقت، انه مصير الحي بيلاقي الحي، بس الحقيقه يوم منها تحققت، ان الهوى ان الفرح والحب اشياء مهيلي، عشاك يلي بين الاحباب نافقت، تحيا حياه الذل والهم والغي، وتشوف كل ما شفت وتذوق ما ذقت، وتعرف مدى الحرمان لو انها شوي، حاربتني بجيوش كويتني بجيوش حزني، ولا طقت لا جرب الابره ولا جرب الكي، اشتقت مدري الويش لكني اشتقت، ولساني محرص على كلمتي ذي، لاشتقت ما اهتميت للناس والوقت، وان قلتها ما قلتها الا لها هي. سلامتكم. صح لسانك، صح بدنك. اشتقت لمن يا عبد الله؟ معنى الشوق ولا القصيدة قصدك؟ أنت اشتقت لمن؟ والله اشتقت لبناتي، لوالدتي العزيزة، لأبوي، إخواني، وكثير من الأصدقاء. نقدر نعرف كم عدد بناتك ما شاء الله تبارك؟ بنتين. بنتين نعم، عندي سحاب وقمر. سحاب وقمر، عسى الله يحفظك.